الأمومة عندها واحد الطعم خاص، الحمد لله يعني على هذه النعمة، وإن شاء الله يكمل يا ربي كل شيء على خير. يمكن أهم حاجة دابا نفكر فيها هي الفكاكة إن شاء الله، ويدوز لي كل شيء بخير. ولا بالعكس، ممارسة عملي بقى هي أن المرأة الحامرة ماشي مريضة، فوالا دونك تقدر تعيش حياتها نورمال. عندي كل شيء بحال بصراحة، عندي كل شيء بحال بنيته بحال وليد، خصوصا يعني ان اول يعني المولود الاول ما كيكونش داك لا خاص بنيته خاص وليد. مازال صعيب بزاف، فريمون صعيب انك تلقى سميه. مي ان شاء الله يعني كنقلب انا وزوج ديالي بزوج بينا نلقاو سميه ان شاء الله اللي المناسبه اللي تعجبنا، وكذلك غناخذ الراي ديال حتى لي فان ديالي، نشوف الاسماء اللي في راسهم. ما تعرف تعجبني شي سميه نقلها وبيان سور هذا دابا هو كلشي، التحضيرات الكبيره كلها للبيبي، التفكير كله مع البيبي. يعني ما كتكرهش يعني تاخذ النجوم ديال السما وتنزلهم، فريمون هذاك الاحساس بيان سور يحسوا بها الامهات. شي حاجه زوينه يعني، هذه فرحه انا كنعيشها، عشت معايا عائلتي الصغيره يعني هذه الفرحه، فلما لا حتى عائلتي الكبيره اللي هما لي فان ديالي يشاركوا معايا هذه الفرحه، وكيف ما دائما كيفرحوا بيا، ونربح حتى دعاويهم لان المراه الحامله كتحتاج الدعوات، فنربح دعوات من عندهم، ونبغي نشكرهم من هذا المنبر على حبهم على كلامهم الزوين وعلى دعواتهم. الله يخلينا لبعضنا يا ربي. المهم غير باش تطمنوا، والله حتى مازال ما عنديش سيمو حيت كنقرا في لي كومونتير، لا والله حتى عندك سيمو، راه غير الكريشه بانت، غير الكريشه عندي خرجت كبيره، مع انني نورمالمون ما عنديش الكرش. مي بون معروف يعني كل حامله وكيفاش كتكون الكريشه ديالها، فانا مازال يعني مازال ما بديت في السادس.